السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده يا حبايب قلبي عندنا اسبوع، بقى اسبوع بنت اختي الصغيرة. يا جماعة سلموا عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ وده اسبوع يا حبايبي، شفتوا السنة بقى اللي احنا عملناها؟ البنات يا جماعة اللي تشوف الفيديو يدعي ايه؟ يا ونعمل له ادوني بالساعة. يا حبايب قلبي ايه رأيكم في السنة بقى اللي البنات عملوها؟ حاجة جميلة دي السنة بتاعت ايه يا جماعة؟ اسمها تيا، سميناها تيا. وهنعمل بقى النهارده السبوع وهنعبي السبوع يا حبايبي. دي العلب اللي احنا اشتريناها اهو، والشوكولاته والحاجات بتاعت السبوع. ايه رايكم في السبوع بتاعنا؟ قولوا لنا بقى في التعليقات ايه رايكم، وادعوا لها بقى ربنا يقومها بالسلامه. قولوا لنا ايه يا جماعه؟ هتورش وش منها يا حبيب قلبي. ناس ضعيفة قوي، مش عارفة تكبر ازاي دي. سيبناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكملوا معانا الاسبوع يا حبايبي. خدي ياسمين قاعدة بقى في العيال الصغيرة. بنعمل بقى الفشار جوه، تعالى نروح بقى الفشار احنا بنعمله. احنا اللي بنعمل الفشارات يا حبايبي. بعمل الفشار اهو امام الطبق ده ملناه هو، وبعمل بقى الفشار بتاعنا. شايفين؟ قولوا لي بقى رايكم. اهو انا غير بقى ايه ولا ايه؟ ما تخلي كده في النت كده، ولا انت حرراني بس بالميه كلها. هنحط شويه فشار. شويه ملح صغيرين كده عشان ما يبقاش حرق قوي. ونغطي عليه بقى ونسيبه على البوتاجاز لما هو اللي يفشر. احنا مش بنشتري الفشار جاهز، احنا اللي بنعمله بايدينا عشان يتاكل وكده. اهو الفشار الثاني اهو، حلو اهو، عملنا طبق اهو. لسه بقى هنعمل ده كله حبايبي، وهنبقى نعبي السبوع مع بعض. اقول لكم بقى ايه احنا بنعبي السبوع كده. يلا حبايبي كملوا معايا. يلا يا حبايب قلبي بنعبي السبوع زي ما انتم شايفين. السبوع بتاعنا ده بقى، حد بيعمل السبوع كده؟ قولوا لنا بقى، قولوا لنا السبوع عندكم زي ما احنا بنعمل عندنا كده، ولا السبوع عندكم ازاي؟ شايفين يا جماعه؟ هنعبي كل العلب ديت، وهنعبي برده الاكياس من الاستصاله. هات الاكياس دي وهنعبي الاكياس اهم. شايفين اكياس جميله ازاي؟ جايبين كله بنت عشان خاطر يا نونا البنوته دي. كله بنت، بنتش لبنتش. ازيك يا حمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عقبال اسبوعك. شايفين يا جماعه؟ عملنا ده كل دول ولسه بنعمل. اي حاجه يا جماعه عاملين اهو، عاملين عملنا ثبت اهوت، وعملنا برده العلب دي زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ خدوا معانا شويه حاجات بقى نوريكم ايه واحنا بنعبي حاجات. هاتي يا فلوس. انا عاوز ايه؟ نجيب فشار ولا حاجه؟ لا فشار. لا هتقولي فشار تاني؟ انا عاوز ايه؟ عايزين كيس حلوه بقى من فوق. من فوق من فوق من فوق من فوق اللي هي دوريلو ريلو دي معطوبه. خدها في ايدك هتزينها ماشي؟ لا واحده توقف وخلاص. هتقعد لو بصي لو لقيت بصي نجيب كمان فيلم فشار خاص. اللي على الاكياس. الاكياس؟ انا انتوا خلصتوا الاكياس اللي هي الصغيره؟ ايوه. اللي هي البلا؟ لا مش هنعوز كده؟ لا مش هنعوز فشار؟ لا 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 هو كده على الاكياس. مش طيب يجيب كيس كيس؟ خد كيس واحد. كيس واحد كيلو. هو كيلو؟ اه. كله كيلو. في نص كيلو وفي ربع كيلو. كله انا عايز ثانية. شايفين يا جماعة الكيس كمان؟ هو احنا اللي عاملين ده؟ مش عايزين يا مش عايزين يا ريال. اديله اديله واحده. يا بنتي حلوه بس يا
صح كده يا رامي؟ كده حبايبي خلصنا السبوع، عبينا كل السبوع، عبينا علب وعبينا اكياس، عبينا 450 كيلو و60 علبه من دي. امي حبايبي ورب يكفوا. استنوا بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان نوصل لكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.